رح جبت لك محطات مال الكهرباء تشتغل على الغاز وما عندنا غاز ورطت لك دولة كاملة. وين العمر؟ صدحك يسمون لقيت لي شاهد واحد يعاوني دولة رئيس الوزراء السوداني ده يقول لك احنا بلد غازي. وهي الحقيقة اللي أنا كنت أتألم من واحد يعني يقول لك أنت جبت هيك وما عنده غاز. يابا هي الغاز دكتور يعني الغاز بالعراق ما يحتاج أكثر من 3 سنوات وحتى يستكمل 100% 5 سنوات مثل ما تفضل به دولة الرئيس. ليش؟ لأن الغاز المصاحب ما عندك مشكلة لا تحفر ولا شيء، مجرد هل يطلع تأخذه على صفحة تشيل الحوامض البي تشيل الرطوبة البي وتضخب البوري، هاي مشكلة. الآخر أيضا حقول جاهزة، بعض حقول دكتور مكتشفة قبل 2003 وأنابيبها طالعة المنصورية وعكاز. وبعض حقول مكتشفة. نعم السيبة مو احنا حكامنا يعني حتى أكمل حتى أكمل السؤال. نعم فلهذا من السودان الله يجزيه بالخير من قال احنا بلد غازي وخلال 3 سنوات نصدر الغاز أو نكتفي بالغاز. إذن احنا برنامجنا كان صحيح لأنه أنا من استوردنا بناء على قراءة وزارة النفط قال لك عندنا غاز وخلال 2013 راح أعطيك المنصورية وأعطيك عكاز. زين واضح؟ لا بلش ولا أعطاني غاز. هذا الحزن. بس أكو شغلة أخرى أنت شلون تجبتها على الوكيل وأنت هيك ها؟ رئيس لجنة الطاقة الوزارية. هاي مع احترامي إلى رئيس اللجنة أو المعني. ولكن أنا كمقترح وليس ذما لأحد. رئيس لجنة شؤون الطاقة يجب أن لا يكون لا وزير كهرباء سابق ولا وزير نفط سابق. ليش؟ حتى إذا أني أدار الكهرباء أذب اللوم على حتى ما يطلع المضموم. لا مو على أكو جدلية شون جنابك بين مشكلة الكهرباء والنفط. واحد يذبها على واحد. أحسن هو هذا المضموم. أني لو أني مستقل كرئيس لجنة الطاقة أو نائب رئيس الوزراء شؤون الطاقة يجب ما أكون وزير النفط لأنه إيش قد تطلع عيوب بالهذه المشكلة بالاتفاق. أنذبح نوبات من يكون وزير النفط هو وزير وزارته هو مسؤولي باللجنة شؤون الطاقة ما راح يقصر حاله. ولا في حينها كم مرة أنا صايحت باللجنة شؤون الطاقة ويا المعنيين ها أقول يابا هسعدنا هساني ما أريدكم تسوون شيء ولكن هذا العقد اللي أبرم بين الشركة الكويتية التركية والشركة الكورية وين صار؟ ها صار 3 سنين وما شفنا وجوههم ولا كرفان خلوا بالقاع. شنو تنتظرون؟ شنو هذا العقد الكوري؟ هو هذا مال يطلعون الغاز الحر من المنصورية ولا؟ وقع في وقت الكاظمي لولا بادي. لا بزمن بال2010 وقع وعدنا عقد مالت المنصورية. هو هذا المنصورية الكويتية هذا وقع والحد الآن سنجيبوا لكم فت كرفان خجلونا. آنسة فرنسيين دا يشتغلون بالمنصورية أي. مو تقول عراقيين حتى يقول لك ذول هيك يعني. مو احتمال معالي الوزير أخوتنا ولد عمنا بإيران عندهم رأي آخر. والله بغض يا أستاذ نجم والله لنذب اللوم على غيرنا إحنا العين الألم بينا لأنه إيران بزنس تتغاز أهلا وسهلا ما تتغاز في مالنا يعني أنت عايش داب قافل البايب مالك وتدور على الجيران يعني هسه انت من جنابك هسه يعني انت تستقرا الميديا وشوف راحوا جابوا استيراد الغاز الكهرباء من الاردن وراحوا الجهات المعنيه ومسؤولين من السعوديه زين ماكو واحد سال وزير الكهرباء اذا انت كلها تستورد ليش يعني شخص لا ليش مسوي وزاره؟ لا دكتور يعني انا يعني هسه احنا عندنا أقول لك إن مرات ما ينضمن مع الوزير إحنا من نسولف. أنا دائما أقول أنا لا أتقصد أحد. أنت باختصاصك ورئيس وزراء يسمع والجهات الأخرى تسمع. 500 ألف ميجاوات منت هاي اللي جبتها ببكتك 1200 كذا الحرارية مالت الأنبار. أني بعدني أزحف وسامع بيها ولليومك ما انشدت. هاي 1200 أو تستورد ألف يعني لا شنو يعني مو بس يعني هم في كل حلقة استغل فرصة أقول أقسم لك بذات الله لو أنا مسؤول كل اللي من 2013 يمو 2013 نعم بالمخازن لليوم ما نسدت
أسوي له محاكمة علنية واستورد 1200 ميجا وات، وذاك اليوم واحد نائب الله يكتب سلامته نزف البشرة إلى الأنبار بدخول 500 ميجا وات، وانتو صار لكم 11 سنة محطة حرارية 1200 ميجا وات 1640 وضامينها حسن الرجال السوداني طلعها. نعم شوف أستاذي، يعني دولة الرئيس من زار المحطة، يعني هذا يعني إشعار تراني دا أتابعكم، هذه نبدي خط الشروع اليوم. لا أنت حاسب قبل 2014-15 جت بالمخازن ومخزونة، أحاسبكم اليوم. أنا اليوم وشفت الأعمال المدنية مستمرة، لازم تستمروا على نفس النشاط نفس الهمة حتى تجيبوها. يا أخي يا أخي والله أنا هذا المشروع أستاذ نجم، يعني هسه أنت سبق وأن سألتني أو سألت ضيف آخر، قلت له يا بابا أنتوا كنتوا بال 2013 تنطون 24 ساعة، شو هسه يعني دخلنا 11000 ميجا وات من المستثمر، ها يعني الوزارة دي تنتج 50% وال 50% الباقي من المستثمرين، واضح؟ وأنتوا ما وين برامجك يا وزير كهرباء؟ أنت من عفتنا بال 13 وين برامجك؟ أنا عفت محطات تنتج تجهز العراق 24 ساعة.